قال حضوره إن كان بالبلد، هذه خاصة بصلاة الجنازة، هذه لا تشترط في صلاة الفريضة، لكن في صلاة الجنازة لابد من حضور الجنازة. يعني ما يصير نحن هنا في هذا المسجد نصلي على الجنازة في المقبرة مثلا، نقول نحن الآن نصلي عليه وهو هناك، ما يصير، لابد الجنازة حاضرة، لابد نكون نصلي عند الجنازة وليس في مكان بعيد عن الجنازة. قال استقبال القبلة، طبعا قوله حضور إن كان في البلد سيأتي الكلام عليه، اللي هو قضية إذا كان غائبا اللي صلاة على الغائب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.